وتستمر الذكريات وحديث القلب للقلب في محاولة للتعرف على حياة الدكتورة رفيدة حلش، ومن ذلك بعض المواقف التي لا تنسى في حياتها. مواقف كثير يعني لا تنسى، مواقف جميلة، مواقف سعيدة، مواقف إيجابية أو سلبية. موقف يمكن بعتبره من أسعد المواقف في حياتي هو يوم من الأيام كان في لما افتتحنا المعاهد القرآن، وصار علينا ضغوط كثير ويعني عقبات أمامنا، فأنا تصرفت تصرف مثل ما ربانا شيخنا رحمة الله تعالى عليه. في ناس حاربوني كتير يعني، سواء نساء أو رجال، متدينين أم غير متدينين، بكل الأحوال وصار علينا ضغط كبير من كل الجهات. فأنا عملت حفلة خاصة وأسميتها باسم خاص يجذب كتير شخصيات، طبعا حفلة خاصة للنساء لكن بقى من مختلف شرائح المجتمع. فبعد ما عملت الحفلة اجت الجريدة بحما وعملت معي لقاء، وانطبع اللقاء بالجريدة وتوزع، ووصل اللقاء لشيخنا وقرأ شيخنا اللقاء وشو انكتب عن هذا العمل، فبيتصل فيه بالتليفون. طبعا انه كرجل عظيم مثل الشيخ احمد كفتارو يتصل تليفون فيه انا، فكان بالنسبة لي كتير فرحة عظيمة. طبعا حكاني كم كلمة، هو مسرور جدا. فأول ما كلمني قال لي رفيدة خانم، فكلمة خانم هي عند الشاميين الإدمة اللي يعني أخذينا من بقايا العثمانيين، يعني شيء عظيم جدا. وقال لي أنا راضي عنك وأنت لسان الشيخ في حما، الكلمة هي سبحان الله. فكانت كتير بالنسبة لي سعادة كبيرة لا تنسى أبدا، حتى كتبت من بعدها أشعار ومناجات، وحسيت فعلا ب يعني روحانية ووصل فظيع من الله تعالى من رضا من خلال كلام شيخنا معي في التليفونات. طبعا أنا أعمل بلا راتب الآن يعني منذ حوالي 20 أو 22 سنة بفضل الله تعالى، لكن من قبل ما نفتتح المعاهد، معاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم، كنت أخذ ساعات تدريس في الثانويات. فأول راتب تقاضيته بتذكر تمام كان 600 ليرة سوري، 600 ليرة سوري. فقلت أحق الناس بهذا الراتب هي أمي، فرحت كما هو عطيته لماما بتمامه، يعني 600 يعني بوقتها كان ماشي حاله كمبلغ. ليه؟ لأنه هي تعبت معي كتير بحياتي، يعني دراستي أنا درست بعد ما تزوجت، بعد ما جيت على حما ودرست رجعت عدت البكالوريا، رجعت صرت طبعا جبت ابني الأول اللي هو غياس، كان عمره شهر أيام امتحاني، ودخلت الجامعة وبفضل الله تعالى فضل تعب والدتي معي طلعت الأولى وقتها على الجامعة في السنة الأولى، لأنه كانت هي اللي تتولى الولد وأنا اللي أقعد أسهر الدراسة. فخلال 4 سنوات دراستي، طبعا أنا بحما ما كان يصير لي مجال للدراسة، لكن لما كنت أطلع على الشام أقعد شهر الامتحان، فكنت بفضل الله وبفضل تعبها معي، فكان لذلك أول راتب قلت هذا أحق الناس فيه هي أمي. المائدة الشامية من أرقى الموائد والسفر العربية لما تحويه من أطيب الطعام وألذه، وحقيقة هذا ما لمسناه في مائدة منزل الدكتورة رفيدة حرش. أهلا وسهلا فيكم. طبعا يعني أول شيء بنبدأ بشوربة البصل، وهي كتير بالنسبة لنا يعني طيبة جدا خاصة برمضان، فبنحط لها خبز المقلي. يعني أنا ما بعمل شيء في مطبخ خلاه لكن لازم نهتم بضيوفنا، وجبنة الأشقوان اللي هي مبروشة بهالشكل. نحن عنا أكلة مميزة اليوم اللي اسمها البطرش الحموي. بطرش الحموي هي عبارة عن متبل بقولة أهل الشام يعني، لكن مدلل شوي.
بنحط له بندورة وبنحط له لحم وجوز على وجهه وباذنجان مشوي بالأصل. فأنا كل ما بشوف البطرش وبتذكر النكتة اللي حصلت معي ومع أخي الدكتور محمد حبش. كان زايرني عندي بحما وعاملت له يا هالبطرش، فهو كل ما إجا بيحب الأكل وأنا بساويه. فمرة كان عندي قلت له، قال لي كتير كتير طيبة والله. قلت له شفت قديش صرت أنا شاطرة بصناعة البطرش الحموي. قال لي قدي لك متجوزة أختي؟ قلت له صار لي 13 سنة. قال لي والله لقطيع الطاير. فأنا ما منتبه وش عم يجرجرني يعني مشان أحكي على الكلمة. ممكن نعمل نحنا طبعا لو عارفين إنه الأكل هيك بده يكون في بيت، وهيك نعملنا المقلوبة الشامية وعملنا اليبرق. المقلوبة الباذنجان بيذكرني غياس بموقف حلو، فهو ما بيحب الباذنجان بالمقلوبة، وكل الأولاد ولا براء ولا سيرين من زمان قبل ما يتجوز، بعد ما تجوز خلص صار. فالمهم أنا بعمل طبختين بقى، مقلوبة باذنجان ومقلوبة بلا باذنجان، بس المكسرات على وجهه واللحم. فلما سافر على لبنان فإجا مرة قال لي ماما لسه أنا عندي جلي بقلب المجلى ما جليته، تارك الجلي بالبيروت وجاي. قلت له لي كيفك بتتركه؟ قال لي يا ماما أنا كنت مفكر أنه أبشع شيء بالدنيا الباذنجان، طلع الجلي أبشع من الباذنجان. ما يميز عائلة المهندس عمر حمشو أن جميع أفراد الأسرة لهم هدف ورسالة في حياتهم استمدها الأبناء من آبائهم، حيث أن الأبوين يحملون درجة الدكتوراه والأبناء جميعا تخصصوا في الهندسة أسوة بوالدهم. فهل للوالدين دور في هذا؟ أنا الحمد لله ربيت الأولاد على الدين، والحقيقة مثل ما بيقولوا أنه الطفل بيتربى من السنتين للخمس سنوات، والشيء اللي بينزرع بقلب الطفل وبعقل الطفل بهذه السنوات الخمس خلاص هاي هي صفية تربيته، ما بقى تخاف يأثر عليه شيء. طبعا ثلاثة أنا حفظتهم القرآن في صغرهم، يعني مو هالحفاظ الحفاظ إنما حفظوا يعني كل القرآن وبدأوا وعرفوا أنه أهم شيء في الحياة هو الدين والعبادة والآخرة، لأنه الدنيا زائلة. ابني الكبير مثلا غياس لما طلع إلى لبنان وبدأ يدرس بجامعة البلمند، وهذا موقف ما بنساه أنا أبدا يعني في حياتي أيضا، فبذكر تمام لما السيارة أخذته من قدام البيت أنا واقفة على البرندة توجهت إلى الله تعالى بدعاء، وأنا عندي يقين بقول سيدنا عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا دعوت عرفت أن الله قد أجابني. بنتي أيضا سيرين لما حطيتها بجامعة القلمون كان خوفي كتير كبير عليها أيضا، لأنه يعني منطقة بعيدة، منطقة نائية جدا، كانت يعني لسه أول تأسيس الجامعة. فلذلك ما بنسى أني أنا وصلت وقتها بالسيارة وسلمتها للجامعة ورجعت. ففي أثناء رجعتي وعودتي يعني شعرت أني أنا يعني بنتي الوحيدة تركتها بصحراء. فتذكرت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف لما ترك زوجته هاجر وترك ابنه إسماعيل رضيع بصحراء أو بوادي غير ذي زرع، فوقفت السيارة ما عاد أقدر سوق فعلا من كتر ما بكيت، وصفيت على جنب ووقفت دعيت ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فأكملت دعائي إنه ربي أنت تحفظها، أنت تحرسها، أنت تصون دينها وإيمانها، أنا أول شيء بخاف عليه، وبعدين علمها وزكاءها وجسمها وعافيتها. فالحمد لله يعني تأسست فيهم الإيمان. أما ليه هن اختاروا الهندسة؟ طبعا ما كان في ضغط، يعني حتى بنتي سيرين كان عندها خيار أنه تدرس الطب بالجامعة، لكن هي اختارت الهندسة. ليه؟ لأنه ثلاثتهم شافوا نجاح أبوهم، يعني المهندس عمر ما شاء الله ناجح على مستوى العالم، يعني خبير يعتبر منافس لخبراء الأمريكان والألمان والإنجليز، يعني التقوا معه خبراء من كل العالم بشهادتهم، وعمل يعني نظيف وعمل جميل وحضاري ومربح بنفس الوقت. فلذلك هن الأولاد كانوا مقتنعين، وخاصة أنه أبوهم مؤسس لهم، مؤسس يعني إنشاء مؤسس المكتب الكبير أو اللي متأمل إن شاء الله يصير مصنع. فلذلك باختيار من دون ضغط عليهم أنه لا لازم تدرسوا هندسة.
كان الوالد والوالدة عم يدقوا على فكرة بناء العقل. فكطفولتنا كلها كانت مركزة على هذا الموضوع، إنه ينبنى العقل بشكل صحيح ويدخل في مضمار الحياة. فأنا بعتقد إنه كان تركيز الأهل علي بهي المجال أكثر من باقي إخواتي، والرقابة أخف بكثير من باقي إخواتي. فقدرت إني أعمل الشيء اللي أنا بدي إياه كمشاريع أخرى، كما ضمن الوالد، ضمن مجالات الحياة المختلفة. فيعني كانت مستوى الرقابة عندي أخف من باقي الإخوة. بداية دخولنا للهندسة بيكون الشاب لسه ما هو قادر أو واعي إنه يحدد هدفه بالحياة. ولكن بعد ما أخذنا هذا المجال يعني وجدنا إنه الوالد مقدمنا شيء كتير، مقدمنا شيء عظيم يحتاج إلى مين يكمل المسيرة. نحن في إنا هدف بالحياة، هدف أمتنا دائما معروفة نحن يعني أمة متخلفة. فنحن مسيرتنا بهي الحياة إنه نقدم لها الأمة، نعطيها بكل ما أوتينا من قوة، كل العلم اللي اكتسبناه من الوالد لازم نحن نتابع هالمسيرة، ننشره عند الناس. ما في عنا شيء مخبى، ما في عنا شيء مبهم. يعني نحن الشيء اللي تعلمناه موضوع كان موضوع رسالة، رسالة إسلامية، إيصال العلم للناس أكثر ما يكون موضوع محبة أو موضوع هواية. فبالنهاية نحن تعلقنا بهالفكرة، يعني تأثرت فينا بشكل كتير كبير. صرنا بس بدنا نشرح لهاد فكرة الكترونية، بس بدنا نعلم هاد، بس بدنا نروح نزور نعمل لقاءات بس مشان إنه نوصلكم الأشياء اللي إحنا توصلنا لها. قال سيدنا عمر: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. وطبعا الوالدة يعني مثل كل الناس يعني كانت تغضب وممكن تحمر وجهها وممكن ترفع صوتها، ولكن كانت تصرف فعلا مؤثر فيني إلى الآن. توقف على البرندة وطلع بالسماء وتناجي رب العالمين. هاي كانت شغلة مؤثرة فعلا. دائما الأهل في عندهم عاشوا مسيرة بحياتهم، وعاشوا في أخطاء وفي تجارب وفي صارت معهم، فما بيحبوا الولد إنه يغلط نفس أخطائهم. فلذلك فكرة الديمقراطية هي فكرة مو كتير صحيحة عند الأهل، كان أهلي وإن كان أهل أي أهل الناس تانيين، لأنه ما بيحبوا الولد يغلط نفس أخطائه اللي هن أخطأوه. فلذلك يعني في موضوع الديمقراطية عند كل الأهل في مشكلة، يعني مو بس عند الوالدة. نحن الحمد لله رب العالمين يعني تأسسنا على بذرة الإيمان، وكل ما عم نكبر عم نحس إنه عم تكبر معنا، والفضل طبعا لله عز وجل بداية ثم للوالدة. يعني كان حرصها على بذرة الإيمان، حرصها على صلاتنا، على عبادتنا. يعني إلى الآن أنا الحمد لله رب العالمين ملتزم بصلوات الجامع، الورد في من نصف ساعة إلى ساعة بعد كل صلاة، صلوات قيام الليل مسافات طويلة. الحمد لله الله بارك لي، برمضان الماضي قدرت أني أصلي بركعة وتر، قريت 11 جزء من القرآن. طبعا هي كان فضل الله عز وجل، ويرجع الفضل الأكبر الدنيوي للوالدة. الدكتورة رفيدة حبش، وأنت تنظر إليها تشعر بعزيمة كبيرة ورسالة ما فتئت إلا وهي تقاتل من أجلها، تسعى لنشر دين الله والحفاظ على كتاب الله، جالت الدنيا بطولها وعرضها، قدمت نفسها كنموذج لداعية إسلامية شابة، تعبت حتى وصل صوتها، وما زال لديها الكثير لتعمله في خدمة الإسلام والمسلمين، من حرصها على الحفاظ على القرآن الكريم والتعريف بالإسلام للآخر ودروس العلم والبرامج التلفزيونية وغيرها الكثير، وغرست في قلب ابنتها سيرين حب الدعوة، متأملة أن تسير على درب أمها في نشر الدعوة. كنت البنت المدللة من قبل الوالد ومن قبل الوالدة، حتى من قبل إخواتي الشباب بما أنهم هن أكبر مني، بس دلال ما كان دلال يعني أنه أنترك على راحتي أو على حريتي أو إذا أخطأت معلش هي الصغيرة الوحيدة، لا بالعكس تماما. كان اهتمام الوالدة فيني أكثر من إخواتي. حتى بتذكر وقت كنا صغار كنا نجتمع يوم الجمعة الوالد والوالدة وإخواتي لنقرأ سورة الكهف كلياتنا، فكنا مجهزين كل ولد يقرأ صفحة صفحة، فكانت تخلص سورة الكهف إخواتي ينزلوا يلعبوا أو يعملوا بالدنيا، ماما تقعدني لا أنت كملي مريم وكملي طه. دائما كان هذا الاهتمام بالقرآن. اهتمام تاني طبعا هذا بعتبره دلال بالنسبة لي، لأنه يعني نتائجه أجتني بعدين مو بوقتها. مرة ماما أخذتني على محل ألعاب، محل هيك في ألعاب الباربي وغرف الباربي وكانت جديد نازلة، فأنا وقتها كتير حبيت أني بدي أشتري ألعاب. ماما اشتري لي غرفة باربي، غرفة نوم، غرفة قاعدة. فصارت ماما تقول لي كل جزء قرآن بتحفظي إلك غرفة نوم أو إلك غرفة من غرف البيت. ف
ففعلا انا صرت اتشجع اني احفظ احصل على الهديه، مع انه احيانا وبوقتها كنت كثير اتضايق، طب انه رفيقتي اهلها جابوه لو ما حفظت شيء، ليش انا لازم احفظ قران لحتى تجيني هديه؟ بس فعلا انا هلا عم بحس يعني بثمره هذا الشيء، انه حفظت القران الحمد لله كان عمري 10 سنوات بفضل الماما وبفضل البابا كمان. ابي كمان عمل شغله ثانيه، انه كل صفحه بتحفظيها لك 50 ليره. طبعا 50 ليره هذا الحكي من 13 سنه كانت منيحه. ففعلا حفظت ختمت القران كان جايني من بابا 30,000 ليره ومن ماما 30,000 ليره. فهذا انا بعتبره دلال يعني بالنسبه لي، فالحمد لله دلالي كان يعني تربيتي. صح كان في تربيه خاصه، بس انا ما بعتبر تربيه خاصه لاني فتاه ولاني من عائله شرقيه او لاني وحيده او ابنه مثلا داعيه مشهوره. بالعكس تماما، انا اعتبر انه هي التربيه ماما كان عندها هدف انه تطلع داعيه، تربي يعني ام مسلمه تكون قدوه، تكون مثاليه. فكانت التربيه تجيني من هذا الباب، فانا استقبلها من هذا التفكير، من هذا الفكر. فانا كان هدفي تماما مثل هدف الوالده، انه اطلع داعيه، اطلع انشر هذا الفكر الوسطي، وانا كنت مهتمه بهذا الشيء. صح احيانا اتضايق كثير انه دائما شهره الاباء ضريبتها للابناء، بس بالنهايه وانا هلا مقبله على ابواب الزواج اعتبر انه كله كان صحيح، وكله كان يعني انا كان يعني كان المكسب معي اني تربيت هيك. الموقف اللي بتذكره من الخطبه، طبعا ماما الله يجزيها الخير، يعني انا بتذكر اول مره شفت فيها خطيبي اول ما اجى، فانا كنت كثير مركزه اكثر على الخطيب، اكثر ما كنت مركزه على الخطيب كنت مركزه على وجه ماما، لانه بامن يعني نظره الام الى نظره معينه بتثقب يعني فأول ما طلعت من الغرفة أنا عم شوف وجه ماما شلون ملامحها، فحسيتها مرتاحة جدا، فهذا الشيء ريحني كتير باختيار الخطيب. الأمر الطريف اللي يعني اللي فعلا أنا بشكره لماما عليه، أنه وقت اجت لتحكي مع خطيبي، طبعا قبل ما يصير خطيبي، فكانت عم تقول له انا ما بدي اشرط عليك اي شرط، ما بدي مال ولا بدي مكان، اسكنوا وين ما بدكم، روحوا وين ما بدكم، شرطي الوحيد انه بنتي تكمل دراستها وتحصل على درجه الدكتوراه وتطلع داعيه باللغه الانجليزيه. فانا لوهله معينه حسيت انه طيب ماما قولي بدك كذا بدك كذا، انه داعيه. فهي الموقف كثير انا انبسطت فيه والحمد لله، يعني حسيت انه هذا الشيء الصح اللي لازم كل ام تطلبه، انه هي دين بنتها، إيمانها، حياتها الزوجية، مو والله يعني ماديات أو أشياء معينة. أتمنى أني أخذ كتير من البيت اللي تربيت فيه، الشغلة اللي فعلا هلأ يعني بهالفترة عم تخطر براسي وعم بتمنى وعم بدعي ربي أنه إن شاء الله أقدر أعملها مثل ما عملتها الورد، أني أقدر ربي أولادي مثل ما ماما قدرت تربينا، مثل ما ماما قدرت تربينا. لانه هي الشغله كل ما يعني كل ما عم بمشي بحياتي وعم بتطلع بروح وبجي بسالها لماما انه مشان الله انت كيف قدرتي تربينا، بس قولي لي كيف لحتى اعرف انا ربي اولادي مثل ما انت ربيتينا. فموضوع تربيه الاولاد بالذات انا هي اللي اتمنى اني اخذها واطبقها حرفيا، ان شاء الله اقدر ازيد عليها، بس اتمنى اوصل للمرحله اللي وصلتها الوالده معنا بعدين بفكر بالزياده مع اولادي. لن انسى امي حين جاءت بي الى هذه المنطقه وكانت صحراء صامته، فاختلطت المشاعر عندها، فأنا صغيرتها ووحيدتها، أودعتني هنا وقالت باكية: رباه إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فاحفظها بحفظك الجميل. والله يا أمي، والله يا أمي إنني أعيش ببركة دعائك لساعتي هذه، وأنت التي وصلت لتوك من واشنطن بعد مشوار طويل للدفاع عن الإسلام وحضارة العرب في القارة البعيدة لتشهدي بعينيك فرحة التخرج. حياة الدنيا أنها حياة الدنيا يعني لا أتأمل من الدنيا شيء إلا رضا الله تعالى، يعني أخرج من الدنيا راضين. اللي بتمناه من الدنيا طبعا أني أشوف أولادي ناجحين دينا ودنيا، عملا، سمعة، نشاط، عبادة، تفوق بكل مجالات العلوم، هذا اللي بدي إياه من الدنيا. أنا بالنسبة لي يعني أملي إن شاء الله في الآخرة، ما أملي في الدنيا أبدا. طالما سألتني عن الدنيا فتفكيري يعني إحنا محتاجين للدنيا لأن هي اللي حتوصلنا للآخرة، فهي وسيلتنا للآخرة. فإحنا أنا اللي بتمناه يعني أو اللي بفكره الآن بهاللحظة هاي كيف أني أصل أكون الداعية على مستوى عالمي بما يرضي الله تعالى، وكيف أني أقدم أولادي يكونوا أيضا الدعاة على مستوى عالمي أنه يهدوا الناس، لأنه فعلا خلال أسفاري وجدت أنه العالم كله يتعطش لعلم حقيقي، يتعطش لحقيقة يبحث عنها.
فأنا أتمنى أني أوصل للناس أو للعالم كله هذه الرسالة. وطالما أنت أمامي وطالما القنوات يعني إحنا في تصوير، فممكن يكون تفكيري أو أملي أنه الله تعالى إذا أغلق أمامي باب سيفتح أمامي أبواب، ولا تأتي دائما منحة إلا من بعد محنة. ونحن إذا كنا يعني الآن في محنة فأكيد في أمامنا منحة عظيمة كبيرة. وأنا بتمنى أو بطلب من الله تعالى، وهذا الآن تفكيري، أنه يكون فتح في مجالات الدعوة، فتح في مجالات الهداية، ويكون على إيدنا وثوابنا وثواب لنا بإذن الله تعالى. الرسالة الأولى هي لأولادي، يعني حابة أقول لهم أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وهالحديث هذا أنا بالنسبة إلي هو دستور في حياتي. فدائما لما بعمل إيثار مثلا فأنا واثقة أنه الله حيعطيني أحسن. لما بترك رغبة في نفسي من أجل ديني أو من أجل ربي أو من أجل دعوتي، فبعرف يكون عندي يقين أنه الله حيعطيني أعظم وأعظم وحيرفعني أكثر. فهي رسالتي، اشتغلوا واعملوا لله تعالى ولن يضيعكم الله. فهي أول رسالة، وإن شاء الله ربي بشوفهم موفقين ناجحين في حياتهم الدنيا، وإن شاء الله ربي بجمعني وياهم على منابر من نور وفي ظل عرش الله تعالى، ويوم نعرض على وجه ربنا الكريم. رسالة أولى. رسالة تانية يعني أتمنى أنه أوجهها للمسلمين الملتزمين، لأهل الدين يعني بالذات، لأنه يعني فعلا إحنا شفنا من أهل الدين ناس مخلصين وناس دعاة وناس مؤمنين، ولكن للأسف بتلاقي يعني عدد كبير منهم اللي بيتسموا بالدين وبيسموا أهل الدين وحاملين لواء الدعوة، لكن ما عندهم الإخلاص لله تعالى، ما عندهم الإيثار أيضا، ما بيعطوا الصورة الحلوة للإسلام. للأسف لما هون إحنا عم نشوف بعيننا، وأيضا لما منسافر لبرات البلد منشوف كتير من الدعاة ما بيعطوا الصورة الحقيقية للإسلام، ما بيعطوا بعملهم طبعا، بتعاملهم، بأخلاقهم، بيومياتهم. فهذا أنا أتمنى أنه يعني الله عطينا نحن، ما بنقدر أوصفها أنا، يعني أثمن عطاء من الله تعالى هي رسالة الدعوة، رسالة الإسلام، لكن للأسف يعني ما عم نفهمها منيح، ما عم نعرضها منيح. كان شيخنا دائما يقول السوء مو بالمادة إنما السوء بالعرض. يعني مثال دائما كان يردده إنه ملكة الجمال على جمالها، إذا كانت هذه المرأة والصبية إذا وقعاني مثلا في الطين وفي التراب، فانظر مين بينظر له، وفي إذا روائح مقرفة أو شيء، لكن تعا أنت خدها نظفها جملها وعرضها بالعرض الجميل حتلاقي الإقبال عليها. لذلك هاي رسالتي، أتمنى أنه الدعاة يتآلفوا مع بعضهم، يحبوا بعض، يعملوا للآخرة، يعملوا بإخلاص ويظهروا صورة الإسلام بالوجه الجميل والحسن. كان يومنا مع الدكتورة رفيدة حبش جميل جدا، جمال الكرم الذي استقبلنا به من هذه الأسرة الكريمة. كان يوما حرصنا من خلاله أن نعرف المشاهد الكريم على السيدة رفيدة حبش أم غيرات وأسرتها على الوجه الآخر لها، الفتاة والزوجة والأم وربة المنزل وأخيرا الداعية. هي نموذج يحتدى ويفتخر به ضمن نساء المسلمين. كانت ذكرياتها ذكريات تستحق أن تسجل وتكون لكل فتاة مسلمة رسالة، أن المرأة في ديننا هي نصف المجتمع.